لان امبارح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي شهد جانب من الاختبارات اللي بتعقد للمتقدمين للالتحاق بوظائف وزاره التربيه والتعليم والتعليم الفني، واللي بتتم بالتعاون مع الاكاديميه العسكريه المصريه. وفي الحقيقه انا عاوز اقف هنا تحديدا، لان الواحد كان سعيد وهو بيتابع ان الدوله المصريه قد ايه حريصه على اختيار مربي الأجيال القادمة، لأن من حق الدولة وإحنا بنتكلم بقى على جمهورية جديدة وبنتكلم على نهضة حقيقية بتحصل، فكبرى الدول السلاح الحقيقي اللي بتملكه هو سلاح العلم والمعرفة، ومن حق الدولة إن هي تنتقي أفضل العناصر اللي موجودة ليها علشان تكون موجودة في الجهاز الإداري للدولة، ما بالك بمربي الأجيال لازم يتم انتقائهم بشكل يعني مميز جدا، لأن لو تابعنا الحوار الوطني وجلسات الحوار الوطني الخاصة بالمحور المجتمعي اللي كان فيها حديث عن التعليم والتعليم الفني، كانت جلسة مخصصة الأسبوع قبل الماضي تحديدا على حسب ما أتذكر، يعني كان في حديث مهم جدا عن نهضة وتطوير التعليم. ما ينفعش أبدا إن أنا أنهض وأطور التعليم بدون ما يكون عندي كادر تربوي قادر على العطاء وقادر على مواجهة كل المتغيرات. ففي الحقيقة يعني الواحد فخور بما حدث بالأمس من اختبارات لمعلمين قادرين على التطوير، قادرين على التغيير. في الحقيقة طبعا كل المعلمين اللي موجودين لهم كل الشكر والتقدير والعرفان على ما بذلوه، يعني من مسيرة عطاء أبدا ما كانش فيهم حد يعني متقاعس ولا حد بيبخل بمعلومة. أنا شخصيا يعني أثناء ما كنت في المدرسة ما فيش أتذكر يعني مدرس بخل عليا بمعلومة، بالعكس كان الكل حريصين على التعليم، على البناء، على العطاء. فعشان كده طبعا بنشكرهم، وكل التوفيق لي يعني من سوف يتم قبولهم في هذه الاختبارات. خلونا نروح لموضوع آخر كمان. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماع، الاجتماع ده تابع فيه الموقف التنفيذي لمشروع تطوير المتحف اليوناني الروماني والمنطقة المحيطة بمحافظة الإسكندرية. خلونا نعرف تفاصيل أكثر في سياق هذا التقرير. الأخبار اللي تصدرت الاهتمامات امبارح كان أبرزها حضور الرئيس عبد الفتاح السيسي جانب من الاختبارات اللي بتعقد للمتقدمين للالتحاق بوظائف بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني اللي بتتم بالتعاون مع الأكاديمية العسكرية المصرية. وأكد الرئيس حرص الدولة على اتباع أعلى المعايير لانتقاء أفضل الكوادر المؤهلة علمياً وفنياً وشخصياً، وده بعد اجتيازهم لفترة تدريب شاملة ومتكاملة وفق أحدث وسائل وبرامج التدريب والتأهيل الفني والشخصي اللي بتتناسب مع طبيعة عملهم وتؤهلهم لأداء مهامهم وتحمل مسؤوليتهم بكفاءة. امبارح التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال زيارته للكلية الحربية عدد من كبار مربي الخيول العربية المصرية وعدد من طلبة دورة الفروسية رقم واحد بالأكاديمية العسكرية المصرية، وأكد سيادته أهمية تنمية رياضة الفروسية اللي بتصقل العديد من الصفات الطيبة بما ينعكس إيجاباً على شخصية النشء وحياتهم العملية مستقبلاً. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع تابع فيه الموقف التنفيذي لمشروع تطوير المتحف اليوناني الروماني والمنطقة المحيطة به بمحافظة الإسكندرية، وأكد رئيس الوزراء أهمية سرعة الانتهاء من أعمال إعادة تأهيل وترميم المتحف وتطوير المنطقة المحيطة به، مؤكداً ضرورة أن تكون هناك توقيتات محددة وواضحة للانتهاء من هذه الأعمال. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي اجتماع لمتابعة موقف عدد من المشروعات في المنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد. خلال الاجتماع تابع رئيس الوزراء حركة البضائع الواردة إلى المنطقة الحرة في بورسعيد واطلع على سير إجراءات العملية الاستيرادية وخروج البضائع. امبارح تابع الدكتور مصطفى مدبولي ملفات عمل وزارة الموارد المائية والري ومستجدات ما يتم اتخاذه من إجراءات لحماية وتطوير نهر النيل وفرعيه وإزالة التعديات عليه. امبارح برضه تابع الدكتور مصطفى مدبولي مشروعات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، وأكد رئيس الوزراء الاهتمام الذي توليه الدولة لمشروعات الكهرباء بهدف النهوض المستمر بالخدمات اللي بيقدمها هذا القطاع الحيوي لكونه يمس حياة المواطنين، وكمان بيرتبط بجهود دفع الاستثمار وتحقيق أهداف التنمية بمفهومها الشامل.
امبارح أكدت الحكومة أنه لا صحة لتنفيذ حملة شاملة لهدم مقابر أثرية، وشدد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء على أن كافة المقابر الأثرية قائمة كما هي ولا يمكن المساس بها، فهي تخضع لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 واللي بيجرم أي عمل يتلف أو يهدم أثراً. وأكد حرص الدولة على الحفاظ على الآثار بكافة أنواعها وأشكالها، ليس فقط للأجيال القادمة ولكن للإنسانية جمعاء. طيب، ومن الأخبار التي حدثت في العاصمة في القاهرة نروح لأخبار المحافظات، لأن امبارح تم تخصيص 17 فدان في محافظة بورسعيد لبناء وحدات لمستحقي الإسكان التعاوني. أما في محافظة قنا فتم وضع حجر أساس مشروع تطوير كورنيش النيل، وكمان في محافظة سوهاج تم بدء التعاقد على 140 ألف وصلة مياه شرب بقرى حياة كريمة. خلونا نعرف تفاصيل يعني المحافظات الأخرى في سياق هذا التقرير. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار وأحداث كتيرة، البداية من بورسعيد اللي أعلنت عن تخصيص 17 فدان بالحي الإماراتي لبناء وحدات سكنية للمستحقين من مشروع الإسكان التعاوني وتلبية احتياجات المواطنين. في قنا شهدت المحافظة وضع حجر الأساس لمشروع تطوير كورنيش النيل الشرقي والممول من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وبيتم تنفيذ المشروع على مساحة 79251 متر بطول 1400 متر على الشاطئ الشرقي للنيل، وبيعد أحد المشروعات الطموحة اللي هتغير وجه مدينة قنا. في سوهاج بدأت مراكز خدمة عملاء شركة مياه الشرب والصرف الصحي في استقبال طلبات التعاقد على وصلات مياه الشرب في 7 مراكز تم بيها تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري حياة كريمة، وتتواجد مراكز خدمة العملاء بمراكز طما والمراغة والمنشا وسقلتة وجرجة والبليانة ودار السلام للتعاقد على 140 ألف طلب. في الوادي الجديد أكدت مديرية الصحة استمرار الدفع بالقوافل الطبية والعلاجية للقرى البعيدة والمحرومة ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتم الانتهاء من الكشف الطبي على 3239 حالة مرضية بثمن قوافل علاجية بقرى الوادي الجديد. في الأقصر نفذت مديرية التضامن الاجتماعي فعاليات المشروع القومي للحفاظ على كيان الأسرة المصرية مودة بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتم تنفيذ 10 حملات ودورات تدريبية حضرها 1196 شاب وفتاة. في الأليوبية أكدت المحافظة أنه تم توريد 86,335.960 طن تقريباً من القمح من داخل وخارج المحافظة بنسبة توريد بلغت 141%، وبتشهد المحافظة انتظام العمل بمنظومة توريد محصول القمح المحلي بكافة مواقع التخزين. في شمال سيناء اختتمت مديرية الشباب والرياضة تدريبات برنامج الرياضة من أجل التنمية بالأندية الرياضية بمدن المحافظة تحت شعار لياقتي مهارتي، وده بالتعاون مع منظمة اليونيسف لتنمية المهارات الحياتية للمشاركين.